يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود أسماء، سأجعلك سيدة من سادة العرب. لا أريد شيئا يا إبراهيم. أريدك أن تبقى معي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أسماء، لولا الضرورة ما تركتكما، وأعدك أنني سأعود بعد أن أقضي شيئا مهما. عندما أعود سأجيب عن كل الأسئلة التي تجول في خاطرك. ألن تتأخر؟ لن أتأخر. أخاف أن تضربنا النوائب فنتوه عن بعضنا في هذا العالم الذي لا يرحم. سأعود قريبا.
أين أنت يا عصمة؟ أين أنت؟ إن كان حملك ولدا فهو الأحق بولاية عهدي. لا تلتفت إلى الوراء يا خالي، فهذه المدينة لفظتنا. نحن لم نكمل محاولتنا. أنا واثق لو أننا تابعنا محاولاتنا لوجدنا طريقا إلى القصر. لو أرادنا لوجد طريقه إلينا، ومن لا يريدنا لا نريده. كما تشائين. مبارك يا مولاتي. بارك الله بك يا فاطمة. ها قد حقق الله لك مرادك، ستصبحين أما بالإضافة إلى حسبك ونسبك، وأنت زوج الخليفة. وماذا يعني كل هذا؟ ماذا يعني كل هذا؟ ها هي مراجل قد أنجبت له ولدا وسيعلو شأنها ويكبر. مراجل؟ ومن يحترمها ويقيم لها وزنا. أنت السيدة. وهل السيدة بلا قلب؟ عندما نخضع لصوت القلب كلنا سواء يا فاطمة، كلنا سواء، سيدات كنا أم جوال. هذا حالنا نحن النساء. أشعر كأنني كالقابض على الجمر، فإن أنجبت له بنتاً فلن أكون إلا بمنزلة النساء الأخريات. سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على مكانتي لديه. أعادك الله لنا سالمة يا مولاتي، وحجا مبرورا إن شاء الله. سلمتي يا أم الفضل. أمه، احملي سلامي لأهل المدينة المنورة، وبلغي أشواقي لقاطنها. إن شاء الله إن شاء الله. يسر الله طريقك يا أمه ذاهبة آيبة. مولاتي مولاتي مولاتي، المأمون يريد توديعك. أهلا بالمأمون. أهلا. أعتني بحملك يا زبيدة، ففيه أمل دولتنا. أمه، ادعي لي يا أمه ورافقتك السلامة. أوصيك بالدولة والرعية خيرا يا بني. كل شوق لعودتك يا أمه. لن يكون لك إلا ما تريد، أحتاج قليلا من الوقت فقط. مولاي أمير المؤمنين،
عباسة أهلا، تفضلي. بس كيف حالك يا جعفر؟ الحمد لله أنا بخير يا مولاتي العباسة. إذن يا عباسة حان موعد الرحيل. لذا جئت موديعة يا مولاي. سأعد لك موكبا يليق بك وبزوجك محمد بن سليمان ابن عمنا، إنه أحد قادة دولتنا وشجعانها يا جعفر. كنت أرغب في المكوث هنا وأن أبقى بجوارك يا مولاي، ولكن هذه هي الأقدار وأنا لن أعارض عهد الهادي وأمي الخيزران. الخيرة فيما اختاره الله، ولكل مقدار موضع في الميزان. سأذهب لأهيئ نفسي للرحيل في الصباح. عباسة ولدن يقيني شر اليباس والضياع في زوايا منزية في هذا القصر. ولد يا رب لا تتركني شجرة بلا فروع، وارف بحالي واجعلهم ذرية مباركة يا منذ أن وصلنا إلى هذه المدينة انقبض صدري، لا أعرف لما طاوعتك وعدت لهم. يكفي يا عصماء، لو أنه أراد أن يراني لنبش الأرض بحثاً عنه. أنا ننتهي من هذا الأمر. لولا حرصي على أن يلتقي أحمد بأبيه لما عدت إلى هنا. اصبري يا ابنة أختي اصبري، ألم تسمعي أن الخليفة الرشيد يطلع على كل المظالم؟ ماذا تريدان؟ نريد مقابلة مولاي الخليفة. وماذا تريدان منه؟ نريده في أمر خاص. أمر خاص؟ وهل تريد أن تطلعني عليه؟ لا أستطيع يا سيدي، لا أستطيع أن أطلع أحدا عليه سوى مولاي الخليفة الرشيد. إذن اذهب إليه. أرجوك يا سيدي أرجوك، أدخلني حتى أذهب إليه. لا أستطيع إدخالك، هيذهبا من هنا. أرجوك يا سيدي، نحن بحاجة ماسة لمقابلته. لست مخولا بذلك، ولكن اكتب ما تريدانه على رقعة وسأعطيها إلى مولاي ابن الربيع، وهو الذي يقرر إن كنتما تستطيعان مقابلة الخليفة أم لا. السلام عليك يا مولاتي. وعليك السلام، تفضل يا ابن الربيع. ادعوا لي كل من لديه خبرة بالدروب والشعاب، أريد أن أخدم الطريق إلى مكة. أمر مولاتي. ما بك يا ابن الربيع؟ إن ذلك مكلف عليك يا مولاتي. ولمن أدخر مالي وخراج ضياعي
إن لم أنفقه في سبيل الله فإن أنفقه. اسمع يا ابن الربيع، أطلب من البرمكي كل ما أدخره من مال كي أنفقه على الطريق إلى بيت الله. بإمكانك الانصراف. كتب الله لك به الأجر والثواب يا مولاتي، في مرضاتك يا الله. اللهم أكرمني بما يجول في خاطري يا رب. ليث، ليث، تعال. إنني أعمل. تعمل؟ مولاي أمير المؤمنين يطلبك للمثول بين يديه. هيا يا مسرور، تأخرنا على أمير المؤمنين. دعنا نعود إلى ديارنا، فلا إبراهيم أضحى هارون، والخليفة لن يعرفنا. اصبري يا ابنة أختي، سنكتب رسالة نسلمها لابن الربيع وهو سيوصلها للرشيد. لن ننجح أبدا. بل سننجح، وغدا سترين، ستصبحين سيدة من سيدات قصر الخلافة المنيف. هيا. الليث يا مولاي. سيدي ومولاي. اقترب يا ليث. اقترب أكثر. كيف هي أخبار القصر يا ليث؟ من أين أبدأ يا مولاي؟ تبدأ دائما من الأكثر أهمية. فالحقيقة لم أجد شيئا يستحق الاهتمام يا مولاي. ليس من أجل هذا طلبتك يا ليث. اسمعني، غدا صباحا تذهب إلى البصرة، تبحث عن امرأة تدعى عصماء من بني عاصم، تعمل في الطين، لديها طفل أو طفلة في الخامسة من العمر. حاول ألا تثير أي شبهة حولك وأنت تبحث عنهما، وعندما تجدهما تأكد من أنك وصلت إلى هدفك الحقيقي. أمر مولاي. ليث، ابحث في الدروب والشعاب، ابحث في كل زاوية في البصرة حتى تجدها. هذا هو طريق الحجاج من بغداد إلى مكة، وقد أعده هؤلاء المهندسون يا مولاتي. أريد إجابة على سؤالي. إذا حلمت بأن الطريق من بغداد إلى مكة أصبحت عامرة بما يخدم الحجيج والمسافرين من ماء ومأكل ومأوى وسكن مؤقت، فهل يستحيل هذا الحلم واقعاً؟ إنه حلم بما يخدم الحجيج. هل أنتظر منكم تحقيقه؟ بإذن الله يا مولاتي. بإذن الله. لن ينقصكم المال لفتح الآبار وبناء النزل، أريده طريقاً خالياً من الوحشة والضيق. لن أغفر لكم التهاون والتقصير. بإمكانكم الانصراف، فوقتكم ثمين.
وأنا سأتابع كل شيء بنفسي يا مولاتي. إني نذرت ذلك لوجهك خالصا يا الله. ألا يأتيك الرشيد؟ لولا أنه يشتاق لعبد الله لا يأتيني أبدا. وهذا سبب كاف كي يأتيك، فليس للمرء أغلى من ولده. لكن أين أنا بكل ذلك؟ أليس لي حقوق عليه؟ ألست زوجته؟ ستأتيك الحقوق عندما يشب ابنك ويصبح وليا للعهد. أنتظر ذلك الوقت. ادعي ربك أن لا تكون زبيدة حبلى بصبي، فذلك كفيل بإبعادك وإبعاد ابنك عن الرشيد نهائيا. وأنت يا أم الفضل وأبا الفضل وجعفر، أين أنتم من كل ذلك؟ ألا تجري بعروق عبد الله دماؤكم؟ سنبقى نجاهد حتى يكون ابنك وليا للعهد. أراك متعبة، هل رآك طبيب القصر؟ لقد رآني وأعطاني عشبة. عمل مبارك يا ابنتي، كتبه الله في صحيفتك. إن شاء الله يا عمة، إن شاء الله. وأمل أن يعطيني الله القوة كي أفي نذري، فإن أتى صبيا فقد أتم الله نعمته علي، وإلا فقد وضعني في امتحان ليس بمقدوري أن أخوضه. لا تفكري بأي شيء إلا أن يرزقك الله الطفل السليم المعافى. كيف لا أفكر يا عماه وهؤلاء يتربصون بنا؟ أم الفضل تحيك وتدبر، لن يقف في طريقهم إلا قدوم ولدي. ويقال إن زبيدة تخاف من أن تنجب بنتا فتذهب ولاية العهد للمأمون ابن مرعجل. لو أعرف من أين تأتين بهذه الأخبار. كل خوفي أن أكون قد ظلمتك يا عصمة. سأبحث عنك في كل بقاع الأرض، فقد ضاقت بي الدنيا دونك ودون ولدي. Thank you.
أصماء. انظري هذا الخاتم، لقد شطرته إلى نصفين، إذا غاب منه نصف فإن النصف الآخر لا يعبر عن نفسه ولا يعني شيئا. لا أريد سواك يا إبراهيم، أنت نصف الآخر. نحن نصفان يا عصمة، لا يكتمل أحد منا في غياب الآخر. مسرور. مولاي استدعي لي جعفر. السمع والطاعة. وقد وهب الله لك ولدا سليما معافى، ذرية صالحة من نسل عربي أصيل، وهذه زوجك عصماء، وأنا خالها حمدان وولدك أحمد على باب قصرك. وقد تركنا لك هذه الرسالة مع وزيرك ابن الربيع، بارك الله به، بانتظار عدلك وضم زوجك وولدك إلى كنفك. سنفلح يا عصماء، سنفلح بإذن الله. بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أردتم المكوث هنا لفترة أطول فعليكم أن تكتروا بيتا وتفسحوا المجال لعابرين جدد. لقد أحسنت صنعا معنا، وأنا أشهد أنك تقوم بعملك على أكمل وجه. سأخبر الخليفة هارون الرشيد بأمرك حتى يكافئك على حسن صنيعك معنا. أنت ستخبر الخليفة الرشيد بأن يكافئني؟ أجل، فأنا خال زوجه العصماء. هذه عصماء زوج الخليفة. زوج الخليفة؟ أجل، ولكن إياك أن تخبر أحداً قبل أن نذهب إلى القصر وننجز الأمر مع الخليفة هارون الرشيد. حسناً، حسناً يا أخي. عندما تقابل الخليفة، عندما تقابل الخليفة فأخبره بأن علياً مسؤول دار السبيل أكرمنا فكافئ. ما هذا؟ أكاد أجن. الرجل غير مصدق. ومن يصدق؟ من يصدق قصتنا؟ أنا لم أعد أعرف نفسي. لو أنني أعرف أنها مرت بمكان ما لنبشت الأرض بحثا عنها، ولكن مولاي نبشت عنها الدروب
الشعاب، الأزقة، بحثت عنها في كل مكان لم أجد لها أثرا. إنك محط كبير ثقة لدي يا جعفر، لن أستسلم. هيا يا مولاتي ساعديني. يا من بيدي كل شيء وهو على كل شيء قدير. حاولي يا مولاتي. هيا 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 يا مولاتي. اجعل ولدا يا الله، اجعل ولد. يكفيني يا شباب، يكفيني، يكفيني نقصان الذرية. يحمل حسن أبي ويكون عونا له. يا الله، اللهم أعنا يا الله، يا الله. تصبري يا مولاتي، ادفعي ادفعي يا مولاتي. إذن عاد ليبحث عنها ولم ييأس من أن يجدها. يا أنت دع هذا الأمر ولا تجد في البحث عنها. كيف لم ينسى وتؤرق في كل وقت. ظهورها سيعقد ما نصب إليه. يكفينا ما ستجلبه زبيدة علينا بحملها هذا، ولا سيما أنك قلت إنها عربية خالصة. أجل يا أبتي، عربية من بني عاصم. إذا لا تفعل شيئاً. أكتب على الرشيد. للضرورة أحكام يا جعفر، للضرورة أحكام تخضعنا لسلطتها. هدئي من روحك يا مولاتي، ساعديها أرجوك. يا الله، ادفعي يا مولاتي. يا الله، هيا ساعديني. يا الله، إنه ولد يا مولاتي، ولد. وماذا كتبت بها؟ أنت فقط أوصلها إلى الوزير، وهو سيوصلها إلى مولاي الخليفة، وسأكافئك على ذلك إن شاء الله. تكافئني؟ يا سيدي، يقصد أنه سيدعو لك بالأجر والثواب. سنعود إليك غدا إن شاء الله، وإن أوصلتنا إلى الخليفة الرشيد لابد أنه سيكافئك على ذلك، أو سيقطع رأسي. أنت فقط أوصلها لمولاي الرشيد أو لمن يمكنه أن يوصلها له، ولك مني المكافأة. حسنا، عودا بعد يومين أو ثلاثة، أو أن الخليفة سيرسل بطلبكما. هاك ولي عهدك يا مولاي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنبته نبتا طيبا، واجعله ذرية صالحة، واجعله من عبادك الصالحين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. كيف لا؟ كيف لا وهو فرع قرشي هاشمي أصيل؟ لا تنسوا هذا اليوم، إنه يوم من التاريخ. لا تنسوا هذا اليوم، إنه يوم من التاريخ. لا تنسوا هذا اليوم، إنه يوم من التاريخ. لا تنسوا هذا اليوم، يا إلهي. ما هذا؟ انظر، انظر كيف تمطر الدنانير فوق رؤوس الناس. حقا كأن السماء تمطر ذهب. ما الذي يجري يا أخي؟ ولما تنثر كل هذه الدنانير؟ لقد ولدت زبيدة زوج الخليفة صبية عربية العرق، وهي تكرم الناس. مسرور. مولاي، أخبر أبا الفضل ليرى المظالم على أبواب القصر، ولينظر ابن الربيع لمن يريد الدخول إلينا فليدخل، وليبدأ بأصحاب المظالم. السمع والطاعة يا مولاي. ألم تحضر كل المظالم؟ لا، فقط ما يخص مولاي البرمكي. والباقي؟ الباقي لمولاي ابن الربيع. في المرة القادمة أحضر كل البريد لي أولا. أمر مولاي. نسيت أن أخبرك، لقد أتى رجل وامرأة إلى باب القصر وقالوا أن المرأة هي زوج مولاي الرشيد. وماذا قلت لهم؟ قلت لهما بأن يعودا بعد بضعة أيام. إذا عادوا استبقهم وأخبرني من فورك. انصرف. إنها ليست بشرة خير، لقد ولد ولي عهد الرشيد. إن هذا الحديث سابق لأوانه يوم الفضل. الوليد ما زال عمره لحظات وساعات، ومع ذلك فزبيدة تهيئ كل أسباب الخلافة لولي عهدها. زبيدة تنثر الذهب في كل مكان، فرحا بمولودها الجديد. إنها تعده لولاية العهد. وكيف لا وهو القرشي الأب والأم والحسب والنسب الرفيع. إنها تخطط لذلك منذ أمد بعيد. كفى، لن يخرج الأمر عن ابن مراجل. وما بوسع مراجل هذه لتفعل؟ إنها ليست إلا جارية زبيدة، تزوج بها الرشيد فأنجبت له ولدا بنسب أعرج. لا أريد أن أسمع هذا منكم أو من غيركم. مسكينة مراجل، إن المرض يفتك بها، ولا أظن أنها ستفرح بوليدها. أعز الله أمير المؤمنين وولي عهده أيا كان، ونحن طوع أمره وبنانه. كفوا عن هذا الكلام، كفوا.